اعلنت شؤون الطيران المدني بوزاره المواصلات والاتصالات اليوم عن وقف الرحلات من والى ايران واكدت شؤون الطيران المدني انه بناء على ما اعلنته مملكه البحرين يوم امس عن قطع العلاقات الدبلوماسيه مع ايران، فقد وجهت الناقله الوطنيه وجميع الناقلات الاخرى بتعليق ومنع كافه رحلاتها من والى ايران، واوضحت شؤون الطيران المدني ان الناقله الوطنيه ستتخذ الاجراءات اللازمه بغيه عدم تضرر المسافرين ممن لديهم حجوزات مسبقه بالتنسيق مع المسافرين.